صارنا اياك يا خيي ويا امي. سلامتك يا حبايب قلبي. لكننا ذات يوم سنوجه سكك محارثنا إلى قلوبهم السمينة الفاجرة. يا علي يا علي يا علي. Oh.
الذي يختزن الصواعق والقلب الذي يترقرق بما الوطن يا قامة الوعر المنتصبة والجرد الذي يختزن الصواعق والقلب الذي يترقرق بما الوطن لقد أخرجتك دموع الأمة قبل الأوان قبل الأوان إلى نهايتك المبكرة إلى نهايتك المبكرة المدن نروي سيرتك على أصفى البرك والأودية طبل جنوبي قلبي طينة جنوبية وطبل جنوبي وأنا مثلك يوما ما وأنا مثلك يوما ما على أرض أقل مجدا على أرض أقل مجدا سيقتلني حبي سيقتلني حزني سيقتلني حبي سيقتلني حزني أهل الجنوب حفاة المدن نروي سيرتك على أصفى البراك والأودية يا علي يا علي يا علي يا من عينة تجيلك علينا أسود يا خيي يا خيي جيب العاد استقبل الضيف جيب العاد استقبل الضيف لبرا يا خيي جينا جينا سوا استقبل الضيف يا خيي غيري يا خيي والله من هذه غيري يا خيي والله
حبك على أصفى البراك والأودية. إنا حطام أبنائنا وأسلحتهم يغطي السفوح، ونحن نرى ذلك بصمت 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 بصمت. تسقط كل صبيحة بندقية على الجبل، بندقية على الجبل، ونحن نرى ذلك بصمت 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 بصمت. لكننا ذات يوم سنوجه سكك محارثنا إلى قلوبهم السمينة الفاجرة. يا علي يا علي يا علي. أسلحتهم يغطي السفوح، ونحن نرى ذلك بصمت 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 بصمت. يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي.
احنا سنعود لكلمة طارق: العدو من امامكم والبحر من ورائكم. بالفعل العدو امامنا والبحر ورائنا، لكننا سنقاتل حتى اخر رمق. لن نتخلى عن الرسالة، عن المبادئ التي انيطت بنا: عروبة لبنان، الديمقراطية، الاشتراكية. لن نتخلى عن الثورة الفلسطينية مهما كان الثمن. المعارك لا زالت مستمرة، وليس كما يدعي هذا الإرهابي الصفيق بيغن. المعارك لا زالت مستمرة، وإحنا بنقول معارك مستمرة ضد قوات الحركة الوطنية وضد قوات الثورة الفلسطينية. وأنا بقول باسم هذه القوات المشتركة: مرحبا بالقتال يا إخواننا، ونحن نحتفل بذكرى المعلم وذكرى القائد وذكرى العربي وذكرى الإنسان العربي اللبناني الفلسطيني العالمي كمال جنبلاط. نحن نحتفل بذكرى كمال جنبلاط وقوات كمال جنبلاط المشتركة، قوات كمال جنبلاط المشتركة اللبنانية الفلسطينية. تقاتل الآن على أرض الجنوب، تقاتل الآن على أرض الجنوب وحيدة ليبقى الجنوب عربيا. يا حليفي كمال جنبلاط، قواتك المشتركة تقاتل من أجل الهدف الذي تدرجت جسدك الطاهر في سبيل هذا الهدف، ليبقى لبنان عربيا. وأمام هذا المخطط الذي تآمر فيه كارتر وبيغن وبالاتفاق المسبق لكي يدفعوا هذه القطعة المدعومة بالطيران والبحرية والدبابات، يحاولون أن يجتازوا هذا الجنوب اللبناني. ولكنني باسم القوات الفلسطينية اللبنانية المشتركة أقول باسمهم: لن يمروا إلا على أجسادنا. يستطيعوا أن يدخلوا جنوب لبنان ما دام لديهم الفانتوم الامريكي ودبابة باتري الامريكية، ومعهم الدعم الامريكي والتخطيط الامريكي وبعض التآمر العربي. سلم لي على أمي واحكي لها ما جرى واشكي لها همي. يا حادي العيس سلم لي على أمي
واحكي لها ما جرى واشكي لها همي وما همه يا أمه أن يقتلوني وما همه يا أمه أن يقتلوني وأن يزرعوني على جزع كفيك كالبيرق المستحيل وما همه يا أمه أن يقتلوني وما همه يا أمه أن يقتلوني وأن يزرعوني على جزع كفيك كالبيرق المستحيل هي الأرض في غيبة الورد تنأى سأستلها من فضاء الوريد الذي لا يحد وأغمدها في دمي وأغمدها في دمي. كالبيرق المستحيل وما همه يا أمه أن يقتلوني وما همه يا أمه أن يقتلوني وأن يزرعوني على أجزع كفيك كالبيرق المستحيل هي الأرض في غيبة الورد تنأى
سأستلها من فضاء الوريد الذي لا يحد وأغمدها في دمي وأغمدها في دمي. هني هلا بخافوا نحن الاطوم، الاطوم بخافوا الاسرائيليه الاطوم. اذا لقطوا الاسرائيليه واحد فلسطيني بحطوه بالحبس، اذا نحن لقطناه بالمولينات ولا بنحطه. ما تكتب مولينات. ماجي شريك. طب شو انا بقول لك شو بيقولوا السكان، بيقولوا بكره بروح الاسرائيليه المسيحيه بقتلونا. اه. ايه؟ انت عم بتقول انا بقول لك هو وصلت لي هي. بس انت بتعرف انه بصير عمليات من هالنوع اول يوم. عصريت لفيات اطوم. متنا لفيفر اتون بي افكتيف. هلا الاهالي مش خايفين ما يقتلون المزارعين ولا نحن خايفين ما يقتلونا. هو ما بحياته كان في مشاكل بين الاهالي هون هون من الايام القديمه ما صار مشاكل، بلشت مشاكل والاهالي الفلسطينيه قعدوا ببنت جبال. هلا ما في اهل بنت جبال الاكثريه تبعهم ما كان بدها هيك، بس بتعرف بالقوه قعدوا عندهم بالقوه وصار بعدين في هالقصف بينهم وبين جيرانهم. هلا العملية انتهيت، الجماعة مثل ما شايف دفعوا حقها كثير، ما بقى بدهم يدفعوا، هلا بدهم فلسطيني بيقولوا لك عدونا الفلسطيني اليوم. طيب انت عندك مجال تطمنهم لهالشعب يلي هن هلا بيعرفوا انا ما بأذيهم. بحميهم وهن وانا بخطوا بقطيع شديان نحن وانا مش انه حاكمهم ايه، سوي بالو جوفرنور دو لافيل. هني عم بيساعدوني يعني اكثر يمكن ما انا عم ساعده. نحن بدنا لا بدنا حدا يطعمينا ولا بدنا حدا يشربنا ابدا، بدنا نامن ببيوتنا بس ان شاء الله. الامن ببيوتنا واللي بده يحافظ علينا. الله كبير يحافظوا علينا، اللي حكمنا يحافظوا علينا يبرزوا. ايوه بدنا نشوف الارزي هذه بس مش لا. إيه على الراس بس. إذا أمرت يعني. يا جريس. مع السيارة إذا بدك. لا مش مشكلة. بس خلي جريس يبدل تليفون من المركز. هيدي فرانسوا بدي أشوف فرانسوا مش عم يشتغل. ما جريس. هو عنده سيدنا بعد ما ألف شغلة هلا، عنده خطوط كثير. جيب فرانسوا مثل. بس اللي عنده بيزوفيسية. ألف عين إبل. طيب أوكي. أوكي. مو بس. بالنسبة للشغلة الوحيدة اللي حتضل عالقة. هي العلاقات مع اسرائيل قلنا انه لكن عم بقول لك مشكله العلاقات مع اسرائيل شو هي هلا؟ انه بين هون منطقتنا نحن منطقه القلاعه في شيء ألف واحد عم بيشتغلوا مع اسرائيل عند اسرائيل يعني عمال. بعدين نحن ضلينا سنتين مقطوعين عن لبنان، كل تجارتنا كانت من اسرائيل. انا صار لي فوق السنه بلا كهرباء بالمنطقه. المي اكثر من سنتين مقطوعه كانت اسرائيل عم تعطينا مي. حبة اسبرين ما اجينا من لبنان نحن سنتين اسرائيلية عطيونا هني. هلا يمكن بكره بيجيني امر انا من الدولة اللبنانية سكر البوابات. اهل رماش بيقتلوني طبعا بيشتغلوا جوا بس هلا اتطورت القصة. وقت فتحت اسرائيل البوابات لعنا لهون كانوا الناس برماش صغلوا الطحين عنهم مقطوع بعفوا اهل بنت جبال كذا وقت ماتوا من الجوع. التنقل بين الضياع مفتوح؟ مفتوح يا جست امتي كنترول وي بس روتين ما يعني هي فتح انتريكسيون. لا لا مش مانعين حدا من احنا يطلع ينزل ابدا بعد ما في تفتيش مشان الامن بين كل الخط بيروح مطعم بده اكيد. هلا في شويه يعني تتظبط بعدها. هلا الاسرائيليين سحبوا اليوم وفي اكيد يعني فلسطينيه عندهم
عندهم فكره انه يرجعوا يضغطوا على المنطقه. سايس عرفات قال لهم انا مستعد ساهم وكذا، بس هودي الجماعه الغير المنضبطين مثل العاده يعني. هودي منظمه ابناء جنوب لبنان هيدي مش موافقه، بس فتح موافقه بعد فتيه. ما هيدي هلا هيدي سو ليبل كل شيء بيتمسح ولاد ولا شنو. والله يا عمي دفعوا زيادة بعد بدكم بعد مش عارفين وبعد بعد فيكم بعد يلا ونحرروا فلسطين. بكفينا ظلم اللي مرقوا علينا، بكفينا من كل الاطراف مش من طرف واحد. حرام هيدا كله. طيب نمشي نرجع نشوف. لا ده وين بكم تروحوا؟ نشوف. طيب خلينا نسال الامريكان. شوف لي الامريكان هني حاكمين العالم. والله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا شهيد كربلاء، ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم، فلا مشت بي في طرق العلا قدم. لا بد أن أتداوى بالقنا، فلقد صبرت حتى فؤادي كله ألم. عندي من العزم سر لا أبوح به حتى تبوح به الهندية الخضم. لا أرضعت للعلا ابنا صفو درتها، إن هكذا ظل رمحي وهو منفطم. لا صبر أو تضع الهيجاء ما حملت بطلقة معها ماء المخاض دم. هذا المحرم قد وافتك صارخة مما استحل به أيامه الحرم. هذا مظهر عادي من العادات هالجنوب أو جبل عامل، هذا مظهر من مظاهر الحزن اللي عمره مئات السنين واللي الجنوبيين عم يمارسوا وكان يمارس بالعهود السابقة في الأقبية في الظل، يعني لأنه كانوا يخافوا من السلطة، السلطة كانت تحارب هالمظاهر هذه. بدأت تعطى الحرية للجنوبيين بالقيام بهالمظاهر من أيام الفرنسيين وبالجيه. طبعا هذه من جملة الضحك على الجنوبيين أنه خذوا حريتكم قوموا بكل مظاهركم الدينية، اقروا تعزي عسيحة البرج إذا بدكم، بس مشروع ليطانة، مشاريع حيوية، بناء مدرسة، هذه ما حدا يطالب فيها. زيادة أسعار التبغ من أوس على المظاهرة ومنقتل منهم، بس قد ما بدكن أقروا تعزية وقد ما بدكن ابكوا على الحسين، بس لما بدكن تبكوا على الرغيف وتبكوا على مستقبل أولادكن ساعتها الدولة لكم بالمرصاد. هذا اللي وصلنا لهالوضع. القصة مش قصة إسرائيل، يعني قبل إسرائيل الظلم واقع على هال. طلعت مورا نكبي ورا ازم العالم، يعني شو يعني العالم؟ العالم متحير كيف بتعيش، يعني متحير العالم كيف بتعيش، يعني اللي ما عندوش شيء يستند عليه معناه متضايق كثير. يعني شو العالم بأزمه؟ وضع الدخان بالماضي كان منيح، كنا نبيعه بأسعار وكان ينقام بصورة مستعجلة وكان يد العاملة خفيفة شوي. هلأ صفت يد العاملة عم تاخد دوبل عن الماضي والدخان بارك بالسهلة. ما عاد في شيء، ويعني والأسعار يعني بطيئة. لما بتكون الأسعار بطيئة والدخان مش عم ينقام
وهالفليح كان اغلب ثلاث ارباع انتاجه على طريقه هالدخانات هولي. فهالدخانات وقفوا، لما نوقفوا هالدخانات صفى متضايق بحياته بالنسبه لهالايام اللي نحن فيها. يعني اول واحد عم يجينا مصايب من قبل اسرائيل ومن قبل هون ومن قبل هون، والحالة مش مرتاحه مع العم مع مع المليخ خالص. انا بصفيتي انا رجل فلاح زراع، ولكن زراعتي ما بتكفيني، ما بتكفيني من ناحيه الحبوب ومن ناحيه التبغ. التبغ يعني احنا كنا رصيدنا الاساسي التبغ، ولكن التبغ بالاحداث بالجي يعني وقبل الاحداث على كل حال السلطه ما كانتش معاملتنا يعني كشعب تحت رعايه شعبنا، لانه نحن محرومين يعني قبل الاحداث. لسه مش الملامي على الاحداث يعني بالاحداث والاحداث الحكومه ورطنا ورا ظهرها، مش مفرقه معها. شو برسل بنزرع عنا شويه حبوب يعني قمح شعير عدس فول كذا من هالنوع هيدي، بس نخلص بنمسك بالدخله. ارضنا ما بتكفينا احنا، ارضنا حاليا ما بتكفينا احنا، بدكم ارضنا الاساسي يعني. انا كنت متكل انه ابني بيتوظف، ابني عم بعلم اولادي، عم بيع ارض حتى علم اولادي، اللي بينما عم بتضايق كم بهالمده لحتى نفرش بهالوقت. لكن لا، اذا عملت هي كل واحد لاطي على كرسته، بهمه يحافظ على كيانه وعلى كرسته وعلى بيته، شو مفرق معه شو طبعا بدعري عن غيره. هو بيعرفون وقت انتخابهم، شو بيعرفون اليوم نحن جوعانين؟ لا ودي بكل اربع سنين كل فرصه بيجوا مرحبا يا فلان، نقول ايه والله اجى فلان لعنا وزارنا وسلم علينا، بس بعد الاربع سنين لا، ما له سهم فينا ابدا، ولا بيعرف ولا بيتعرف علينا ولا بهمه امرنا. اليوم ما في اليوم ايام فوضى، ما في قطاعيه، ما بدك تقول قطاعيه، كل العالم قطاعيه. اذا كان بدك تقول اليوم كل العالم قطاعيه، كل واحد له دور، كل واحد بيروح من طريق. بهذيك الزمانات اللي عم تتفضلوا فيه بتطلبوا فيهم، كل زعيم له طريق، بت شو اسمه؟ بت الفضل، كانوا يمنعوا الواحد يحمل شمسيه. واحد يلبس بنطلون جوخ ويلبس لبس منيح ويروح يشلحوه بالنبطيه، ليش تلبس من شكلها؟ مش لك، هودي للبوكيت. كنت اني ها لكن نعم ميل كم في حدي ولا بش الا انو عائلتي بس لحن. اسرائيل ما عندها رحمه لاي انسان، لكن شو بيد نعمل يعني؟ والله مساله الاحتلال، نحن احتلوني اغلبنا كنا بالبريقية، يعني هل عنده راس طرش خوفا ما يصير عليهم ضرب او ما شبه ذلك ياخذن على البريقية. اسرائيل سلمت يعني من نكبه لنكبه يعني، وبعد السيطره هي بزيتها بعد في ارض محتله، بعد السيطره اللي عم تشجع المسيحيه على السكان اللي بعد محتلين، كلهم يوميا عم بيكبش جماعه منهم، اللي بيطلبوا الشخص اذا ما وجدوش الشخص بيكم شو بيو بيكم شو امه بيكم شو اخته بيكم شو بيعزرون بياخذون بغيبون بيسالون بيستجيبون بكن تجيبوه، ما جبتوش بكن تدفعوا غرامه كذا كذا بغصب عن راسكم هذا الاهان اللي بيسمعوها يعني. مش مرتاح منوب ما في راح. عم يطلعوا بالسيارات بيفتشوهم، اللي له قرايب بغير بلد بده يطلع يزور بلد محتله بيفتشوهم. الخطر الاساسي من اسرائيل، مأكد من إسرائيل، مأكد من إسرائيل. لولا إسرائيل ما في حدا بيقوم أبدا خالص. سعيد حداد واحد خاين دخل الجنوب خرب الجنوب، عكروت ابن عكروت خربوا لبنان من أساسه، واحد عكروت واحد نافي، وين الحكومة؟ ما بترد ولا بتشوف ولا بتقشع. توجد واحد خاين بالبلاد من بلبنان كله، تدشروا على خاطره يخرب الجنوب، خرب البلاد بطريقه ما خل شو خلى شيء الا ما حطمه، ما ضرب النبطيه، ما ضرب القضاء، ما ضرب بلد، كل بلد عم يخربها، عم بشعطط الاهالي بعد ما بتروح بتتجمع بيرجع يضربون. Thank you.
الشفق من الجنوب من جذوة الشفق الخضيب أنا يا رفاق من اليتيم من التراب من الجديب أنا يا رفاق من الجنوب أنا يا رفاق من الجنوب أنا يا رفاق من الجنوب من جذوة الشفق الخضيب أنا يا رفاق من اليتيم من التراب من الجديب أنا يا رفاق من الجنوب أنا يا رفاق من الجنوب من الجنوب من الجنوب أنا من جنوبي الجنوب أنا يا رفاق من الجنوب من الجنوب أنا من جنوبي الجنوب واجهت حواجز في الدروب وبنت تذكرتي وفتش في يدي وفي جيوبي وبنت تذكرتي وفتش في يدي وفي جيوبي أحسست إحساس الغريب يدب في بلد غريب أنا يا رفاق من الجنوب أنا يا رفاق من الجنوب أنا يا رفاق من الجنوب من جذوة الشفق الخضيب أنا يا رفاق من اليتيم من التراب من الجديب أنا يا رفاق من الجنوب أنا يا رفاق من الجنوب الخضيب أنا يا رفاق من اليتيم من التراب من الجديب أنا يا رفاق من الجنوب أنا يا رفاق من الجنوب أنا يا رفاق من الجنوب من جذوة الشفق الخضيب أنا يا رفاق من اليتيم من التراب من الجديب أنا يا رفاق من الجنوب أنا يا رفاق من الجنوب Thank you.
يا رفاق من الجنوب من الجنوب أنا من جنوبي الجنوب أنا يا رفاق من الجنوب من الجنوب أنا من جنوبي الجنوب واجهت حواجز في الدروب وأبنت تذكرتي وفتش في يدي وفي جيوبي وأبنت تذكرتي وفتش في يدي وفي جيوبي أحسست إحساس الغريب يدب في بلد غريب أنا يا رفاق من الجنوب أنا يا رفاق من الجنوب أنا يا رفاق من الجنوب من جذوة الشفق الخضيب أنا يا رفاق من اليتيم من التراب من الجديب أنا يا رفاق من الجنوب أنا يا رفاق من الجنوب من الجنوب من الجنوب من الجنوب كجنوب أنا واحد من أبناء هالجنوب. طبعا تعتمل في أحاسيس عديدة وهذه تابعة نتيجة للظرف السياسي طبعا القائم بالبلد كله. مرة بتكون متحمس، مرة متراجع، مرة خائف، مرة شجاع. الحياة يعني صارت فعلا نوع من الانتظار الممل لهالنهاية هذه، لأين تبنى يعني لوين لأين تبنى نخلص من هالمصيبة اللي واقعين فيها وصرنا 3 سنين كل يوم والتاني ساعة قصف ساعة قتل من هون ساعة مشكل من هون. هالوضع هذا مخلي ابن الجنوب يوميا يتحدث بهالموضوع ويأسين في حالة من اليأس. طبعا لما بيتحقق له شيء انتصار بسيط بيعود لأصالته، يعني بيكون متراجع ابن الجنوب بصير له شيء انتصار من قبل مقاومة عملية مهمة بالأرض المحتلة، شغلة من هالشكل بتشوفه بتعش من جديد وعود قال لا يا عم نحن كنا غلطانين، بيراجع حساباته. هذه طبعا تابعة للظرف النفسي مثل ما كنت عم يعني بحكي انه ابن الجنوب لما صار حد جحر الحي دخل عامل الصدامية الى تكوينه النفسي ولشخصيته. هذه اللي كان بالاول جندي او دركي يسوق الضيعة كليتها بكربيج، هلأ ما عادش موجودة هالشغلة هذه لانه فعلا يعني هالممارسة على القتال والمشاكل ويوميا يسمع كل أنواع القذائف خلته فعلا عنده نفسية مختلفة عن النفسية السابقة، رجعته لأصالته. يعني معش بس بده يبكي على الحسين، لا صار بده يمارس دور الحسين، صار بده يمارس دور اللي قاتلوا مع الحسين وصمدوا أمام هالكثرة الكثيرة. الآن هو عم يمثل نفس الدور، كانوا 70 زلمة مع الحسين ضد 30,000 حشدهم يزيد بن معاوية، هلأ أيضا بيطلعوا لهم 200-300,000 هن والفلسطينية على هالبقعة الصغيرة من الوطن العربي الكبير، بقولوا ممتد من المي للمي، ما في حدا غيره عمال يقاتل، فصاروا نسبيا هن مثل أنصار الحسين بالنسبة للسابق. هذا الوضع اللي طبعا الجنوبي يعني عنده مشاكله اليومية، هالفلاح اللي قاعد بأي قرية ملبك شو بده يعمل إذا زرع الدخانات بدها تسلم من الرجيم إنه والله لا، طيب شو بده يزرع إذا ما زرعش دخان؟ صاروا 30-40 سنة معود على زراعة الدخان، معش قادر يزرع زراعة أخرى وصار يعني مثل ما بيقولوا مثل الغراب، لا قادر
يقلد الحجل ونسي مشيته الأساسية. صار هذه تراث صار زراعة التبغ، وبالواقع عم نلاحظ انه الرجية عم تقوم بأعمال استفزازية. يعني شغلي انه تصور قاموا فتحوا مستودع بتبنان، مستودع لتسلم التبغ من عينب الورماش ودبل، وعشرات القرى الشيعية تحيط ومكدس فيها التبغ. لا هاو بروحوا يسلموا بالغازية او بالحداث، ومستودع فتح بتبنان لهالقرى، نوع من الاستفزاز من قبل الدولة، وكأنه عم يعاقبوا للجنوبي ليش انت وقفت ضد اسرائيل، كان لازم تتعاون انت مع اسرائيل لحتى لنسلم منك التبغ. هاول اللي عم يتعاملوا الان مع اسرائيل هن المدللين، واكيد لو هذا الجيش اللي اجى على كوكبه وقفوه هلا بكوكبه متصدي له كم عنصر فلتين من الحركة الوطنية أو المقاومة اللي قالوا هاتوا بات الله لنهده. صرن شهر ونص مجمدين بكوكبه، وسعد الحديد عمالي يزت عليهم بتقله الإذاعة اللبنانية كذاب، انت غلطان يا سعد الحديد، مش انت عم تزت عليهم، إسرائيل، انت متوهم مخمن حالك انت عم تزت عليهم، قنابل لا هي إسرائيل عم تزت، واسرائيل وهو والدنيا كلها قالت انه سعد حديد عم يقصف جيش كوكبه، جيش الشرعيه. اكثر من هيك ازدراء واستهانه بهالشرعيه ما بعرف شو بسموها ما صارش. هذه كلها عوامل بتخلي فعلا للجنوبي يقرف من هالوضع، ويعاود يعني بفتره من الفترات كان مبلش قسم كبير من الجنوبيين يتجاوبوا مع المقولات الانعزالية قد ما قرفوا، بس الانعزاليين ما خلوش للصلح مطرح وعادوا رجعوا، يعني فادونا كتير بالواقع، لأنه كنا عم نقاتل للونهار لنقنع شخص إنه يعمل قضية مقدسة وفي قصص تجاوزات بدنا نصبر عليها، وهذا وضع كذا ما كانوا يردوا، بدنا نخلص، مصيبة اجت علينا ما خصنا فيها، بس بقصص اللي عم تعملها اسرائيل بالجنوب على الشرط الحدودي، والمشاكل اللي عمالة تصير بنفس بيروت وبالشمال، رجعت الجنوبيين وانكشفت كل الاوراق وما عادش في شيء مغطى قدام عينيهم، بحث صاروا يقولوا يا عمي والله الحق مع هولي كانوا عم يحكوا صاحب. من عيونك انت بس نخدو نخدو حبك امروني، من عيونك انت بس نخدو نخدو حبك امروني. شو ممكن ايش منفرد يا زلمه؟ ممكن ايه؟ والله والله لولي سيجارة، تعال لولي سيجارة، تكرم عينك هاي كبريتي ما في قدها، عندك كبريتي يلا شو بعرف، خذ دخن ندخن، خذ دخن هلا بتاخذ دخن. احنا هون قاعدين بموقع مشترك للقوات المشتركة بمنطقة مواجهة للقوات الإسرائيلية. أنا رفيق من الحركة الوطنية اللبنانية من منطقة الشوف، اسمي أدهم، جاي على منطقة جنوب منشان دافع عن أرضي وتحت صد العدو اللي عم بيحاول إنه يغتصب أرضنا كل مدة، وبالنهاية إنه تكون نتيجة نصير تحت الاحتلال الصهيوني مثل ما صار الشعب الفلسطيني. اسمي هشام من الجنوب، من الجنوب إلي شي شهر ونص قاعد هون، وحابب روح اجازي هيك شوف اللي زمان ما شفتش اهلي وقرايبي. انا حاسس اني مقاتل وحابب اني ضلني هون على طول، لانه واجب علي ضلني هون. شيء مني كيف حالش يعني بلدي وكلها بايد القوات يعني الاسرائيليه سقطت، هذا شيء يعني مجبور فيه يعني واجبه، كنت طالب المدرسه وقت صار الهجوم على بلدتنا اجوا الاسرائيلي وقت سعد حديد فاتت تكسرت وذبحت وعملت مجزرة، هذا اضطرينا نهم جينا. شو شايف المستقبل بعد ما حدا بيشوف المستقبل، شايف المستقبل قدامنا الا لا حسب الظروف، لنشوف شو اذا طلعنا من هون شو بده يصير بالوضع.
طبعا ما بدي اشتي لاهلي لقرايبي لاخواتي اصدقائي اصحابي كلهم اللي زمان ما شفتهمش. فكر شو بدي افكر؟ فكر انه فكر اول شيء في مني تفكير بكون بهالمعدين اهلي بيروت، وتفكير تاني انه مفكر امتى بدهم يجوا هو هسه استنوهم ليجوا يعني قاعد كل تفكير بكون كنا بالاول نخاف الموت، اما هلا خلص صار وارد الموت يعني. الموت لا شيء بالنسبة لي، لأنه الإنسان لازم يضحي بكل شيء حتى ينال الحرية اللي لازم يوصل لها كل إنسان. الموت شو الموت؟ انتهاء الإنسان، انتهاء الحياة، تنتهي الحياة، وهذا كله حنموت، ما حدا راح يضل طيب، كلنا حنموت. بس هذا ماشي بكل واحد ماشي بهالخط بهالمبادئ كله راح يموت، من أجل وطننا، من أجل شعبنا. مستقبل لبنان هلا مهدد يعني، نحن مش عارفين شيء، حتى اذا ما دفعنا نحن مستقبل لبنان رايح يعني حتما. المستقبل حسب ما بده يصير يعني، اذا انا مثل عم فكر لبنان بيصير تمام يعني، ساعتها بنصير لبنان محبه، لبنان تعايش، بنصير يعني بنعيش مع بعضنا مثل اخوه يعني، اذا مثل عم فكر. اما اذا مش شيء ثاني مش رح فينا نعيش بلبنان. في عنا عدو داخلي وعدو خارجي. في العدو الخارجي المعروف اسرائيل، والعدو الداخلي هن الانعزاليين. الحرب قتيل وموت وقصف ومدافع. مازال الازدحام. عكاوي بلدي عكاوي بلدي. حط ايدي حط المسار. الله يسهل عليك المسار. الشعب الجنوبي شعب فيه الصفاء وفيه الطهارة وفيه الإيمان والإخلاص للقضايا القومية، والقضية الفلسطينية ما في شك أنه هي القضية المركزية والأساسية بالنسبة للأمة العربية كلها. فشعب الجنوب تحمل عن الأمة العربية كلها وعن الأنظمة العربية اللي تاجرت ما شاءت لها التجارة ونافقت نفاق طويل عريض وملأت الفضاء والأثير بالكلام عن القضية المقدسة، بحيث لو جمع ما قيل لم تلأ به الفضاء ولم تلأت به الكتب. قلت أن الجنوب محروم، وهذا شيء موروث من قديم، وما في شك أنه الزعامات الموروثة القديمة من زمن العثمانيين إلى زمن الفرنسيين إلى عهد الاستقلال، هالزعامات كانت زعامات إقطاعية وكانت زعامات استغلالية، لا ما بتدور على مصلحة الشعب، ما بتدور على مصلحة الناس العاديين،
غرضهم حفظ المحافظة على زعاماتهم. الدحر يا ويلي يا ويلي، منين الدحر يجمع بالحبايب كما كنا يا خي في الزمان. اي لجار الدحر علينا شتتنا جميعا، جار الدحر يا ناس شتتنا جميعا، كسر ظهري ظهري صار حاني يا ويلي اليوم، يا ويلي اليوم وين احباب قلبي هنوني ورجعوا بالسلام. انا من بعدهم يا طول حزني، أني من بعدهم يا طول حزني، وظهري من بعدكم يا حبايب صار حاني يا جان. الشمل تجمعنا في حوم لحتى يعود، لحتى يعود علينا يا خي عمر ثاني، وراح الحبايب يا حزني ويا أسف، يا ويلي شو هالمصيب بزماني. حملت هموم يا ناس يا ناس، واني أيوب ما حملها، عيني من بعدكن ما تنامي. اوف يا قلبي يكون على البلوى تصبى، يا قلبي يكون على البلوى تصبى، يحتاج الغرب ويكون صبار. يا يابا كيف تصبر يا قلبي يا مغطى، كيف تنام عفقد الحبايا يا ياب. ايلي حويل ويلي، أنا من الجنوب.
أنا من الجنوب بحره.